مجدا وكراما كراما للسيد قدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل من دهر الدهور أمين. فأول حد في الصوم الكبير وهو بيتكلم عن الكنوز، والكنز دايما احنا كتير ما بنسمع كلمة استثمار، كل واحد فينا عايز يستثمر وعايز يكون له قيمة، لكن ربنا هنا هو بيورينا ايه هو الكنز الحقيقي للإنسان، ايه هو الكنز الحقيقي للإنسان. وده جاب لي قصة سمعتها، يمكن القصة دي تكون تعبيرية مش حقيقية، لكن حابب أقولها. يقولوا في واحدة معها ابن، وهي ماشية في الطريق اتفتح قدامها كنز، والكنز ده مكتوب عليه لا تهتم بالذهب وتنسى الجوهر، لا تهتم بالذهب ولا تنسى الجوهر. وبعدين الست شايفة كنز مفتوح مليان ذهب، فالحارس اللي موجود هناك كلمها وقال لها مفتوح لمدة 10 دقائق، خدي ذهب زي ما انت عايزة. فيقولوا الست دخلت بابنها، انبهرت بالذهب، ركنت ابنها على جنب وفضلت تشيل من الذهب وتطلع بره، تشيل من الذهب وتطلع مره، طلعت مره اتنين، المره الثالثه لقيت الباب اتقفل. جت تدور على ابنها، اتاريها نسيت ابنها فين؟ جوه. اتقفل عليه ايه؟ اتقفل عليه الباب. وده هي في تعبيرها بتقول لنا احنا البشر لو انت اهتميت بالذهب ونسيت الجوهر اي فايدة ليك؟ زي ما قال لنا الكتاب المقدس، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه؟ وخسر نفسه. ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ ايه الفايدة؟ عشان كده قال لك دور شوف هو ايه هو كنزك الحقيقي. احنا لما نقول الكنز نقول هو كنز ملكوت السماوات، الكنز الحقيقي هو ملكوت السماوات. طب انت عايز تروح؟ انا عايز اروح. طيب عايز تروح لوحدك ولا تنسى الجوهر؟ هو ربنا لما أعطلنا أعضاء، لما ادلنا أولاد، كان الهدف من ربنا إيه غير إنه يشاركنا في الخليقة وفي امتداد ملكوت السماوات؟ فعشان كده يقول الكنز الحقيقي إنك أنت وأسرتك تكونوا في السماء، أنت وأسرتك تكونوا في السماء. زمان في العهد القديم موسى النبي لما رجع من الجبل بعد صلاته 40 يوم، لقي الشعب كله عبد الأصنام، وهنا كانت المفاجأة إنه ربنا قال له مش صعب علي يا موسى، أنا أقدر أمحيهم، أنا أقدر أمحيهم، مش صعب علي إني أنزل نار وأحرقهم زي ما حرقت صدوم وعمورة. ولقينا موسى كده وقف قدام ربنا وبيسأله سؤال، يقول له اصفح عن هذا الشعب وإلا فأمحني من كتابك الذي كتبت. اصفح عن هذا الشعب. إيه يا موسى؟ أنت تسيب السماء؟
قال لك هو انا لو رحت السماء ما لقيتش اخويا واختي، ما لقيتش ابني، ما لقيتش بنتي، ما لقيتش زوجتي، ايه موقفي فوق في السماء؟ ايه الموقف؟ هل فيكم واحد يتخيل الحياة الأبدية من غير أولاده ما يكونوا معاه؟ ده مستحيل، مستحيل. عشان كده بولس الرسول قال آية جميلة في نفس هذا المعنى، يقول كنت أنا نفسي أود أن أكون محروما من أجل أنسبائي وأقربائي بالجسد. احنا بنقولها كده في مثل عامي، نقول جنة من غير ناس وما بتنداس. وانت لو رحت السماء وما لقيتش ابنك ولا بنتك ولا زوجتك، ولا انت ما لقيتيش ابنك ولا بنتك ولا زوجك، ايه طعم السماء؟ عشان كده يشوع بن نون يقول لهم الآية المشهورة، أما أنا وأهل بيتي فلنعبد الرب. أما أنا وأهل بيتي فلنعبد الرب. فعشان كده الكنز الحقيقي في الأسرة المسيحية اللي ربنا موجود جواها باستمرار، وده متطلب مننا انه تبقى عينك على بيتك ليل ونهار. احنا بنطلب من ربنا ونقول له يا رب لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت ليلا ونهار. طب ربنا فاتح عينه ورب الأسرة او الام اللي في البيت قلب البيت متغفلة، ينفع؟ وانا بقول واكد، لان الفترة اللي فاتت لقينا بعض اولادنا اللي المفروض احنا بنربيهم للمسيح بيطلع من بقهم من لسانهم كلمات رديئة مع الاسف. اولادنا الصغيرين اللي لسه مش عارفين بيطلع من بقهم كلمات رديئة، وده ليه؟ احنا على طول لما نشوف ولد يقول كلمة ولا بنت تقول كلمة رديئة، على طول نقول انه الاب والام غير مهتمين باولادهم، غير مهتمين باولادهم. وده دليل كمان على انه الاب والام بيبصوا للذهب وسايبين الجوهر. بتبص للذهب بتبني وبتعمر وبتأكلهم وبتشربهم وبتلبسهم، وفي الآخر العيل بياخدوا منك العالم، ياخدوا منك العالم. طب ولو راح هناك، السؤال هنا هو هتسمع كلام المسيح اكنزوا لكم كنوزا ايه في السماء؟ اللي هتعمله في العالم بتسيبه في العالم، اللي بتعمله في العالم هتسيبه للعالم. عشان كده يقول انظروا إلى طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، ولكن أبوكم السماوي يقوتها. وإنت أيها الإنسان لا تهتم للجسد بما تلبس أو بما تأكل، زي ما أبوك السماوي مهتم وبيعطي خير لكل الكائنات اللي خلقها على الأرض مديلك معاهم، لكن اهتمامك الأول بحياتك الأبدية وبالكنز السماوي والاستثمار في أولادك. استثمر في أولادك. ودي طريقها ازاي؟ طريقها احنا كتير ما بنسأل في البيت الولد كل ولا ما كلش. الراجل ممكن يرجع البيت يسأل مراتي عملت ايه اكل للعيال، لكن مفيش ست وراجل بيسألوا بعض ويقولوا لهم عملنا ايه برنامج روحي لأولادنا خلال الاسبوع.
ربما واحد يقول يا ابونا احنا بنهتم بعيالنا بالاكل والشرب واللبس ونربيهم والمدارس، وانت تهتم بالروحيات باولادنا، او الكنيسة تهتم بتعليم اولادنا. صدقوني ساعتين الكنيسة في وسط 7 أيام في 24 ساعة هيتنسوا لا محيص. لو كنا جايبين بولس الرسول هيعلم ولادنا في الكنيسة هيتنسوا. لو ما كانش الإنجيل يتفتح في البيت، ولو ما كانش الأب والأم بيشاهدوا أولادهم وبيهتموا بحياتهم الروحية، أنت ولادك بيضيعوا قدام عينيك وأنت مش دريان. عشان كده الكنز الحقيقي في أنه إحنا كلنا كأسرة نروح السماء، وده طريقه أنه أنا بتابع أولادي. أول حاجة لو خرجت كلمة رديئة من أفواههم أقول لهم الحق، الكلمة البطالة ممكن تهلك نفسك، وحذر الولد مرة واثنين وثلاثة. الحاجة التانية إنه لازم كلمة ربنا تبقى موجودة في البيت، وإحنا ما تربناش في مصر ونكتب آيات على أعتاب أبوابنا إلا من إيماننا بأهمية كلمة الله اللي قال عنها الكتاب المقدس هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. اقعد في بيتك، جمع عيالك، اقرأ لهم الكتاب المقدس. خلوا بالكم احنا كتير ما بنهمل الاساس. تهتم بابنك يتعلم ويبقى دكتور ويشتغل دكتور 30-40 سنة وبعد كده يطلع معاش ويروح الطب منه، يروح الطب منه خلاص، دكتور على المعاش، مهندس على المعاش، محامي على المعاش. لكن اللي مش هيروح منه هو حياته الأبدية وقامته الروحية اللي انت زرعتها فيه، هي دي اللي هتحفظه لحياة أبدية. فكنزك الحقيقي استثمر في أولادك. من فيكم سأل ابنه وقال له انت ليك قد ايه ما اعترفتش؟ وخلوا بالكم الاعتراف مهم جدا لتصفية النفس وصفائها، وكمان احيانا لما الانسان بيعترف من وقت مبكر بيتلحق انه يقع في الاخطاء الكبيرة. ما اهتمناش. طيب انت بتهتم بايه؟ بتهتم بالذهب وهتنسى الجوهر. الجوهر في أسرتك، في ولادك. تابع حياتهم الروحية، اقرأ معهم الإنجيل، اسألهم عن اعترافاتهم، أكد عليهم في مناولتهم أنهم يكونوا مستحقين، اتأكد أنهم لازم يتناولوا كل أسبوع، اتأكد أنهم لازم يصلوا كل يوم على الأقل خالص الصبح وبالليل. وده هو أهم من إنك تأكلهم وتشربهم وتجيب لهم لبس وتوديهم أحسن مدارس. لو طلعوا مستقيمين أمام الله فالله بيرفع راعي الغنم علشان يكون ملك، يرفع راعي الغنم علشان يكون ملك. ولكن الإنسان لو بعد عن ربنا يبقى حياته كلها ممكن تضيع. أنا مش هركز غير على النقطة ده، هي بس نحطها في أذهاننا. ولادنا هم حياتنا، هم الجوهر، هم اللي لازم يكونوا موجودين في السماء. تسأل نفسك النهاردة عملت إيه علشان خاطر هم يكونوا في السماء، تهتم بيهم، تلاحظهم، تخلي بالك من كل كلمة يقولوها، لأنه ده هو مهم قدام ربنا. لإلهنا كل مجد وإكرام في كنيسته من الآن وكل لون وظهر الدور، آمين.